نعم. الصورة الأولى عايدة. نعم. فاكر الكلام اللي كتبته؟ أكيد محفور بقلبي. إيه؟ طبعا أوقات الرجال ما بيعرف يعبر، فلما بتطلع معي كلمة أو جملة قادر أعبر فيها بكتبها بسرعة، وبعتقد هيدي من الجمل اللي فكرت فيها بلحظتها وكتبتها من دون أي تفكير سابق، لأنه قدرت أعبر فيها عن جد عن شو ممكن الرجال يكون بيحس لوالدته أو الولد لأبنه. كتبت إيه؟ كتبت يا رب عذبني وجلدني على كل كلمة جارحة قلتها بيوم من ما لأمي وبعنيها، وكتبت كمان أنا على كامل استعداد وبعنيها، يعني إذا في حساب رح يكون في جلد وتعذيب أنا بكامل سعادتي بكون. طب كنت بتزعلها؟ لا، على كل أكيد أكيد الشاب بيكون قايل لأمه كتير كلام جارح، أكيد طبعا. رامي بيقولوا لما حد يخلف بيعرف قيمة أبوه وأمه، ده صحيح؟ طبعا طبعا طبعا، يعني أنا حتى تعلقي الكبير بوالدي هو بشوف بعيونه اللي أنا بشوفه بابني. ربنا يخليه لك. شكرا.